الأخبار الآن معنا مباشرة من أربيل وسام يوسف. إذن وسام مساء الخير، عملية التطهير مستمرة إذن في الحويجة، الشرطة تواصل تطهير المنطقة من أفراد داعش خاصة في المناطق النائية، إلى أين وصلت وما المعلومات التي استطعت الحصول عليها من القادة الميدانيين على الأرض؟ نعم، بعد استكمال تحرير مناطق الحويجة، هذه المناطق هي مناطق زراعية بأغلبها، تحتوي على حقول، على مزارع، مناطق شاسعة، هي مناطق صحراوية ممكن اعتبارها مناطق شاسعة، تحتاج إلى بعض الوقت إلى التطهير، خاصة أن تنظيم داعش ومقاتلي داعش كانوا قد أنشأوا الكثير من الأنفاق في هذه المناطق وفي هذه المزارع. قوات الشرطة حاليا بالتعاون مع بعض المفارز من الشرطة الاتحادية والرد السريع والجيش العراقي تتضافر جهودها مع بعض من أجل تطهير كافة هذه المناطق التي تقع خارج المدن. بالتأكيد المدن استكمل تطهيرها وتحريرها بشكل كامل، لا يوجد هناك أي خطورة من تواجد مقاتلي داعش، ولكن هذه المساحات الشاسعة من الأراضي تحتاج إلى أوقات كبيرة للتطهير، لأن مساحاتها مساحة شاسعة، هناك أكثر من 250 كيلومتر مربع بحاجة إلى تطهير، هي المناطق الممتدة من جنوب الموصل إلى جبال مكحول وباتجاه نهر دجلة وبالجهة الأخرى كركوك. هذه المناطق كلها التي تقع بين أربع محافظات يستمر تطهيرها في هذه الأيام، والقوات العراقية حققت تقدما كبيرا. أيضا تم إلقاء على العديد من مقاتلي داعش الذين كانوا لا زالوا متخفين في بعض الأنفاق وفي بعض الأودية المتواجدة في هذه المناطق. القادة العسكريين يؤكدون أنه قريبا بالإمكان إعلان تطهير هذه المناطق وهذه المساحات الشاسعة من الأراضي في وقت قريب جدا، لأن نعم وسام في عملية التطهير. نعم، ماذا بالنسبة للمخاوف التي كانت تتحدث عن تسلل أفراد داعش ما بين المدنيين واستغلال داعش للاستقرار الأمني خاصة في المناطق النائية، كيف تتم مجابهة ذلك وكيف تقوم القوات العراقية بالسيطرة على الموقف ومنع أفراد داعش من التسلل ما بين المدنيين؟ عادة بعد تحرير أي منطقة وعودة النازحين، بعد تطهير المدن، بعد تطهيرها بشكل كامل من العبوات الناشفة والمتفجرات، يبدأ عودة النازحين. عناصر داعش المتخفين يحاولون الاندساج ما بين النازحين للعودة إلى المناطق مرة ثانية إلى هذه المناطق التي تم إخراجهم منها، ولكن هناك القوات الأمنية لديها خطط دائما في إفشال محاولات داعش في مناطق سابقة كما يحدث الآن في الحويجة. القوات العراقية تعتمد على الاستخبارات والمعلومات الأمنية، لديها مخبرين متواجدين ما بين النازحين، هم يعني هذه الآلية كفيلة في الكشف عن بعض المتسللين ما بين النازحين ومحاولة عودتهم مرة أخرى إلى المناطق المحررة لإعادة ربما بعض التعرضات للقيام بعض التعرضات على القوات الأمنية أو على المدنيين لكي تظهر أنها لا زالت مناطق غير آمنة ولا زال يتواجد فيها مقاتلو داعش في محاولة لإجهاض جهود القوات الأمنية ما بعد تحريرها. نعم وسام، كما شاهدنا سابقا في المناطق الأخرى. نعم وسام، محاولات داعش للتسلل تكاد تكون فاشلة. نعم، شكرا لك وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.